صباح الخير، صبح العافية عليكم مشاهدينا. شكرا زملائي من داخل استوديوهات بغداد وأربيل، وننتقل وإياكم من داخل استوديو السليمانية. وضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور والمخرج والباحث والمدرب المسرحي الدكتور فاضل الجاف. بداية خلونا نشوف هذا التقرير ومن بعدها راجع لكم. شانو كوم مازين تشمكي كي جرينجا لناو لهبوني لناو همكم الجاكا بينيكم الجاكا. المسرح له أهمية كبيرة في تطوير المجتمع في العالم أجمع، والسليمانية كذلك تركز كثيرا على المسرح وإنتاجه بكل أنواعه، لما له من تأثير كبير في إيصال الرسائل المجردة كما هي عبر فن هادف يهدف إلى تطوير المجتمع الكردستاني في النهاية. بو ميلت بو كوم الجا بو خلق بو بيكنوي خلق بو كيشكاني خلق. من أين يوجد أوبشن؟ دجاتي صلاب بردنا وهالبشر أنا بيش قلوي كتو نازعي بيش راو استرانكيت قرأيوه رولي من لمن ما يشاء دايكي جولياتان كسايتي الرئيسية. دوري في المسرحية هو والدة جولييت، أحد الشخصيات الرئيسية في المسرحية التي تطرقت إلى الصراع بين عائلتي روميو وجولييت، والتي تنتهي بموت الحبيبين وتفرض حالة من الندم بين العائلتين. جوج بناتيا هل بتر لك برا لا خوش استي دايق لا قليشيا ايش هيك دكتور فاضل خوي داير شتوتوا. هذا العمل باشراف الدكتور فاضل الذي لاقى الكثير من الصعاب حتى ترى المسرحيه النور، واحدى هذه التحديات هي التعامل مع الشباب قليلي الخبره. ارجو ان تلقى المسرحيه اقبالا عند عرضها. كان بطلبه تركن عماد البشر ورجعنا لكم من جديد أعزائنا المشاهدين مع ضيفنا الكريم الدكتور فاضل الجاف. بداية صباح الخير دكتور، ونورتنا ببرنامجنا لهذا اليوم. دكتور فاضل، بداية حابين نعرف إحنا والمشاهدين من هو الدكتور فاضل الجاف، وممكن تعرفنا على حضرتك وكيف نشأت. نعم تفضل. من هو فاضل الجاف؟ أنا مخرج مسرحي كما تفضلتي في مطلع البرنامج. نعم. مخرج مسرحي، باحث مسرحي، ومدرب مسرحي. عندي بعض الإصدارات المسرحية، خصوصا كتاب فيزياء الجسد اللي هو كتاب تخصصي في منهج الأداء الجسدي، ما يسمى بالبيوميكانيك. لا. للمخرج الروسي العالمي بسيفولود ميرولد. وعندي إصدارات أخرى باللغة الكردية، الإخراج المسرحي ويمكن هو أهم كتاب عندي باللغة الكردية، ثم كتب أخرى ترجمات من اللغة السويدية إلى اللغة العربية، مسرحيات عالمية للكاتب أوغست سترينبرغ السويدي، وكذلك للكاتب السويدي لارس نورين، وإصدارات أخرى باللغة الكردية. هذا ما يشمل الجانب النظري. أما الجانب العملي فأنا أخرجت عدد لا بأس به من المسرحيات باللغة الكردية والعربية والإنجليزية والسويدية والروسية. ما شاء الله دكتور، يعني أنت مسيرتك حافلة وهواية بها قرينا عنك. دكتور، ممكن تحكي لنا عن العوامل اللي أثرت بحضرتك أو الشخصية الملهمة اللي أنت تأثرت بها وخلتك تدخل بعالم المسرح؟ صحيح، هو طبعا في عوامل كثيرة، وكذلك ثمة شخصيات كثيرة أنا تأثرت بهم واستفدت من إنجازاتهم ومن معطياتهم ومن آرائهم. بداية إذا أقول ما الذي أثر فيه حتى أتوجه إلى المسرح، أنا منذ النشأة الأولى منذ الطفولة كنت ميالا إلى الإبداع. يعني كنت أحب أن المبادرات الإبداعية سواء كانت
هذه المبادرات في الموسيقى أو في التمثيل أو في المسرح بشكل عام. كنت أرتاد دور السينما وأشاهد العروض السينمائية بكثرة إلى أن صادفت دخلت في النشاط المدرسي أو المسرح المدرسي وحدث ذلك مصادفة. نعم. يعني هي من موهبة إلى حب إلى شغف. نعم. وتطورت. أنا برأيي الموهبة والشغف ضرورية، يعني عاملين ضروريين نعم. للدخول إلى المسرح والانخراط في العمل الفني ثم الاستمرار والتواصل. بالنسبة إلي الشغف كان موجود للإبداع بشكل عام. نعم. هذه يعني كانت سمة من سمات طفولتي. ثم عندما دخلت المسرح المدرسي فأنا دائما عندما أسأل أقول أنا ابن المسرح المدرسي. نعم. يعني كنت في مرحلة المتوسطة وفي عمر يمكن 17 عاما أو 16 عاما دخلت المسرح المدرسي، ثم كان هذا الدخول مفتاحا وكانت البداية مفتاح النجاح. ثم استمريت إلى أن أكملت أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد. نعم. في جامعة بغداد قسم المسرح أو قسم التمثيل كانت يعني هوايتي المفضلة أو شغفي الكبير وكان يكمن في التمثيل. نعم. ثم عندما تركت البلاد إلى المهجر بدأت أدرس الإخراج، فدرست في ستوكهولم في جامعة ستوكهولم، ثم عملت الماجستير في الإخراج المسرحي في كلية جولدسميث بجامعة لندن، ثم أكملت الدكتوراه في روسيا عن المنهج الجسدي أو الأداء الجسدي أو التعبير الجسدي للممثل. نعم. دكتور، يعني أكو فت شخصية معينة أثرت بحضرتك أو كانت مصدر لإلهامك؟ نعم. في الفكر والفلسفة كان جان بول سارتر حقيقة، أو يعني أهم من أسس للمذهب الوجودي أو أسس بشكل مغاير للمذهب الوجودي، هذا فكريا. أما فنيا فتأثرت كثيرا بمنهج المخرج الذي ذكرت اسمه. نعم. قبل قليل، فسيفولد مايرولد، صاحب منهج البيوميكانيك أو الأداء الجسدي أو التعبير الجسدي في المسرح. هاتان الشخصيتان من أهم الشخصيات اللتين تأثرت بهما، لكن مع ذلك ثمة شخصيات أخرى كثيرة. أكيد. أدبيا وفنيا وثقافيا وفكريا. نعم. وكذلك إنسانيا. نعم. دكتور، بما أنه إحنا عرفنا سيرتك وحياتك ما شاء الله هي حافلة، حابين نعرف الآن شنو هي الأعمال أو المشاريع اللي تقدمها وين؟ الآن. 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 نعم. الآن أنا منخرط في عمل مسرحي كبير نوعا ما، وهو مسرحية روميو وجولييت لشكسبير. نعم. في مدينة السليمانية حالياً تعمل عليها؟ نعم. نعم. حالياً نحن منخرطون يعني في التدريب. نعم. نعم. وفي العمل على تهيئة المسرحية للعرض في منتصف الشهر الحالي. نعم. يعني في 15 من تموز سيكون عرضنا الافتتاحي للمسرحية، وتستمر بعد ذلك العروض لمدة على الأقل 10 أيام. ونتوقف أو نستمر بناء على إقبال الجمهور على الأرض. دكتور، حضرتك يعني دا تقدم أعمال أكيد تواجهون تحديات وصعوبات، شلون تقدر تتجاوز هذه الأشياء؟ طبعا التحديات والصعوبات تختلف من واقع إلى آخر، من بلد إلى آخر، من ثقافة إلى أخرى. نعم. فمثلا أنا عملت في عدة دول، عملت على المستوى الدول الأوروبية والدول العربية وفي كردستان أيضا. يعني التحديات والصعوبات تختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. فالتحديات التي نواجهها هنا هي أكبر بكثير من التحديات اللي نواجهها مثلا في ستوكهولم أو في لندن أو في أي مدينة أوروبية أخرى. وهذا يتوقف على البنيان المسرحي، الحركة المسرحية في هذا البلد أو في بلد آخر. نعم. دكتور، بما أنه أنت حضرتك مقدم الكثير من الأعمال ما شاء الله، أكثر عمل مسرحي قدمته تعتبره نقطة تحول في مسيرتك؟ نعم. المسرحية أو المهنية وليش؟
هو يعني حقيقة أنا كل عمل لي أعتبره بمثابة تجربة أخرى، فهذه التجربة دائما تمتلك أهمية عندي، سواء كان العرض ناجحا يعني عمل عن عمل يكون مختلف بلذته أو بالتأكيد. يعني أنا أحيانا أصور أعمالي أمام في 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 الرؤية الداخلية أو في البصيرة الداخلية، نعم، وأخاطب بمخيلتك تشوفها بالضبط، يعني وكأنها كائنات حية، نعم، وكأنها كائنات حية. أؤسس حوارا بيني وبين هذا العمل، ما الذي قدم لي هذا العمل، ماذا كانت الخصوصية في هذا العمل، الإيجابيات في هذا العمل، الدروس المنتقات من هذه الأعمال، نعم. لكن إذا نكون واقعيين أيضا ردا على سؤالك، فأقول مسرحية حلم، مسرحية ألف ليلة وليلة، هذه المسرحية أخرجتها في السويد على مسرح هيرسين بولي تياتر في السويد وباللغة السويدية. كان هذا العرض بمثابة تجربة مهمة بالنسبة لي، حيث طبقت فيها ما أعتمله من أفكار، نعم، ومن تحديات في الأداء والأشكال المسرحية. ربما أنجزت القسم الأكبر من هذه التحديات ومن هذه التصورات ومن هذه العطاءات في ألف ليلة وليلة في السويد. طبعا يعني تليها أعمال أخرى. نعم دكتور، يعني من كثرة الأعمال تلاحظ أنه أكو عمل أخذ فت صدى أو أخذ فت شعبية أو إقبال الناس على هذا العمل؟ نعم، وأيضا أذكر نفس العمل، نعم، ألف ليلة وليلة، نعم، لأنها مثلا كتبت عنها ما يقارب 20 مقالة، نعم، ريفيو باللغة السويدية وكذلك بالدنماركية أيضا وفي معظم الصحف الكبرى، وكتب عنها أو عنه نقاد معروفين على المستوى السويدي من النقاد المحترفين والمهمين. زين دكتور، حابين نعرف إذا أكو تشابه بين العمل الأكاديمي والعمل المسرحي، شلون تقدر توازن بين الاثنين؟ طبعا كلمة العمل الأكاديمي تقريبا أنا أفضل كلمة مثلا العمل الاحترافي أو العمل الهاوي، نعم، لأن الأكاديمي هو هذا المصطلح طبعا يجب أن ينحصر استخدامه فقط في المجال الأبحاث والدراسات العلمية، نعم. أما العرض فليس هنالك عرض أكاديمي أو غير أكاديمي، هنالك عرض احترافي أو غير احترافي، نعم. فلذلك أفضل أن أقول العمل الاحترافي والعمل الهاوي. العمل الاحترافي يتميز بالدقة، يتميز بالأداء الصحيح أو الأداء الدقيق أو الأداء الانضباطي أو الأداء الاحترافي لممثلين محترفين، المخرج هو محترف، التقنيين هم محترفين. أما اختلاف عن العرض الهاوي، فنحن نعلم أن العرض الهاوي هو ليس عرضا احترافيا، ففيه شيء من الارتباك وفيه شيء من العفوية الغير مدرسة أو غير تكون ما مدرسة أو ما فيها تقنيات. أي. فهذه لا. هذه هي العوامل، وثم ثم 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 يعني نقطة أخرى، نقطة خلاف، أن العمل الاحترافي يجب أن يكون عملا يستمر، يعني لأنه عمل يندرج تحت يافطة الاحتراف، والممثلون والعاملون الذين يهيئون العرض هم من يعيشون على هذا هذا هذه المهنة، بينما الهواة يعملون أي عرض أو أي عمل مسرحي بعد عملهم الأساسي الذي هو عمل لا يندرج تحت عنوان المسرح. تمام. زي دكتور، شلون تقدر توازن بين الاثنين؟ ما مفروض يعني نوازن بين الاثنين. فمثلا الهواة دائما يعملون مسرحيات، وهذا ليس سيئا بل هو هذا شيء جيد، وفي بعض البلدان حركة مسرح الهواة حركة قوية جدا، مثلا في فنلندا.
فنلندا بلد معروف بوجود حركة مسرح الهواة، حركة قوية، وعندهم نقابة لمسرح الهواة، وهي من النقابات الكبيرة في فنلندا. يعني عندها برامج تأهيلية وبرامج تكوينية، يعني يهيئون دروس وورشات ودورات تكوينية للهواة أيضا. للهواة، يعني يقدرون نعم. هذه الموهبة اللي نعم. تكون نعم. عند الشخص. نعم. نعم. دكتور، كل إحنا نعرف إنه كل فنان أو مخرج أو أي إن كان اختصاصه عنده فد رسالة معينة. حابين نعرف إنه إحنا شنو هي رسالة دكتور فاضل الجاف اللي يحب يوصلها من خلال أعماله؟ أكو فد هدف معين أو رسالة معينة تحب توصلها؟ يعني هذا سؤال جمالي استراتيجي بمعنى صعب الرد عليه، ولو هو يبدو سؤال سهل جدا بالضبط. ويبدو سؤال وكانه عادي، لكنه حقيقة بالنسبة لي أنت يمكن كل عمل يكون عندك بيه فد رسالة معينة. أكيد هو هذا الجواب الصحيح. يعني في كل عمل، مثلا الآن ونحن نعمل مسرحية، نعمل على تهيئة مسرحية روميو وجولييت، لنا في هذه المسرحية رسالة أن الحب هو أهم عامل في تكوين الإنسان وفي تكوين العلاقات الجيدة وفي مستقبل أفضل وفي ربط الشباب مع البعض بعلاقة حب، لأن الحب هو تاج جميع الانفعالات والأحاسيس. من أسمى الصفات اللي يتميز بها الإنسان، طبعا هذه مو كل أحد يمتلكها، رغم أنه هو بكثرة متواجد أنه مشاعر الحب، بس الحب العميق مثل حب روميو وجولييت هذه تكون نادرة. نعم تفضل. ثم مثلا في المسرحية هنالك عوائق أمام الحب، هنالك عقبات أمام الحب. نعم. فعندما تنتصر هذه العقبات ينتصر الشر، وعندما نزيح أو نزيل هذه العقبات سيكون الانتصار من حظ الإنسان. يعني الانتصار للحب هو انتصار للإنسان، ودحر الحب أو فشل الحب في أي مجتمع سيكون له نتائج سيئة، الشر ينتصر على الخير. تمام. دكتور، احنا عرفنا اعمالك اللي حاليا دا تشتغل عليها، حابين نعرف الاعمال اللي قدمتها اللي تشوفها من اهم الاعمال اللي انت حضرتك قدمتها، ممكن تحكي لنا شويه عنها؟ المقبله السابقه من السابقة. تشوفها اعمال مهمه اخذت صدى، اقبال الناس عليها شلون كان، ممكن حابين نعرفها احنا والمشاهدين شنو هي؟ انا طبعا اول عمل قدمته باللغه الكرديه كان في أواخر السبعينات أو ربما في 78 1978 في السليمانية، كانت مسرحية جسر آرتا. هذه المسرحية كانت المسرحية الأولى التي أخرجتها، وكان لها صدى أو هذا أصداء. أول عمل لك؟ نعم، أول عمل كان لها أصداء جيدة، فهذا الذي السبب الذي شجعني إلى أن أستمر كمخرج. كنت قبل ذلك ممثلاً، وما كنت أحلم بأن أصبح لقيت الدعم مخرج. لقيت الحافز اللي قواك على هذا الشيء. طبعا. فأنا عندما أخرجت هذه المسرحية وكانت لها أصداء قوية جدا، فعرفت ففهمت بأنني أنا سأكون مخرج ربما متميز أكثر من أن أكون ممثل مخرج. صرت ناجح طبعا. طبعا كان في ممثلين كثر، أنا كنت واحد منهم. نعم. لكن كمخرج كان العدد قليل، وأنا كنت واحد من العدد، يعني من الشباب اللي أدوا أو قدموا مبادرة جديدة. هذه المبادرة جسر آرتا كانت ولا زالت تعتبر من المبادرات المتميزة في تاريخ المسرح الكردي. ثم قدمت أعمال أخرى باللغة العربية، مثلا حلم ليلة منتصف صيف في الرباط لصالح المعهد العالي للمسرح على مسرح محمد الخامس، ثم لعبة حلم لشترينبرغ مع ممثلين مغاربة على مسرح محمد الخامس. ما شاء الله، يعني أعمال كثيرة، احنا نحتاج وقت أكثر، نحتاج صحيح. يعني حلقة خاصة بس نحكي عن الأعمال. دكتور، حابين نعرف نصيحتك اللي تحب تقدمها للشباب اللي يدخلون هذا المجال، مجال المسرح، شنو هي نصيحتك اللي تحب تقدمها لهم؟ نعم، أنا نصيحتي أولا إذا كان عندهم شغف نعم. فيجب أن يتبعوا هذا الشغف، هذا مهم جدا، وجود الشغف
مهم جدا. ثم الشغف يحتاج إلى الاحتراف والحرفية والصنعة، يعني بدون الصنعة بدون الحرفية وبدون الاحتراف لا يمثل الشغف والحب والرغبة شيئا. فأنا دائما أقول اتجهوا إلى الحرفية إلى الاحتراف، الإتقان، التقنية، إتقان، الإتقان شيء مهم جدا. أنا طوال حياتي كان هدفي أن أكتسب الحرفية، لذلك دراستي في بغداد، في ستوكهولم، في لندن، في روسيا، كل هذا كل هذا حتى أكتسب الحرفية، الحد الأعلى من الحرفية. هذه النصيحة الوحيدة. طبعا كلش استمتعنا بهذه المعلومات وضيافتك لهذا اليوم، كلش حابين نشكرك ونتمنى لك إن شاء الله توفيق بأعمالك القادمة إن شاء الله. وبختام حلقتنا لهذا اليوم نشكر ضيفنا الكريم المخرج والباحث والمدرب المسرحي الدكتور فاضل الجاف، وهذه عودة إلى استوديوهات أربيل العاصمة.